اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لمه الاسبوع. النهارده الحلقه مميزه جدا ومعانا فقرات جميله ان شاء الله تكون على يعني المستوى اللائق، ونتمنى ان شاء الله الحلقه تعجبكم. اخبارك ايه؟ عملتي ايه في الاسبوع ده؟ تمام. الاسبوع كان مليء بالاخبار، وكان في مؤتمر برلين عن وضع ليبيا، وبعد مؤتمر برلين كان في مؤتمر في الجزائر، وبعد مؤتمر الجزائر حصل موقف كده مش لطيف، وهيكون معانا مداخلة مع دكتور عادل عامر هيكلمنا عن آخر التطورات في الوضع الليبي. أنا حابب بس قبل ما أتكلم عن الوضع الليبي أقول إن امبارح كان في احتفالية جميلة جدا للقبائل العربية والعائلات في استاد القاهرة، وفكرة كبير العيلة إحنا محتاجينها ترجع تاني، وأتمنى كل الدول العربية ترجع لفكرة احترام الكبير، لأن أنا حزين على الوضع اللي بيحصل في العراق وفي ليبيا وفي لبنان. الوضع يعني دايما كنت بتساءل ليه الثورة لما كانت بتقوم، أو مش ثورة، كانت مظاهرات بتطالب بتغيير النظام في إيران وفي تركيا وفي فرنسا، كانت دايما مفيش حاجة بتتغير. لما بتحصل المظاهرات دي في الدول العربية بتؤتي على الأخضر واليابس وبتغير كل حاجة. هل المشكلة في الشعوب العربية ولا المشكلة في إيه؟ وأنا مش عايز أقول كل حاجة سببها نظرية المؤامرة، لكن في بالفعل مؤامرة، وإحنا كشعوب عربية إحنا اللي بنفرط في حقوقنا وفي حياتنا اللائقة. امبارح للأسف بعد مؤتمر الجزائر وبعد النجاح الباهر لمؤتمر برلين والإجماع اللي أجمعه العالم كله على موقف مصر إن هو لابد من تدخل الدول الجوار في ليبيا، يعني احنا ما بندخلش في سوريا لانها مش دول جوار رغم ان سوريا تهمنا وامن قومي عربي، لكن البعض مش من دول الجوار بيحبوا يتدخلوا في ليبيا لاسباب استعماريه، وبيفكرونا امبارح في المؤتمر اللي عملوه ان ليهم تاريخ في المنطقه من 500 سنه، يعني هم بيفخروا بالحقبه الاستعماريه وعايزين يعيدوها تاني. للاسف يعني موقف بعض الدول الاوروبيه والولايات المتحده وحتى روسيا موقف يعني بيبدو تفهمهم وبيرجعوا بعد كده لاسباب وتوازنات. انا كنت فاكر ان روسيا عايزه مثلا ان خط الغاز الجديد اللي هي بتعمله هيوصل الغاز الروسي لغرب اوروبا ينتهي ويصدر لاوروبا قبل الغاز بتاع البحر الابيض المتوسط ما يوصل لاوروبا. كنت فاكر روسيا عايزه ترجع تاني لليبيا لان روسيا بعدت عن ليبيا بعد اغتيال القذافي. لكن اعتقد ان فكره اعاده الاعمار والغاز والحاجات دي مش هي المسيطره فقط على العقليات في الغرب او في الشرق، اعتقد ان هم عايزين تقسيم ليبيا تبقاش دوله واحده، وده اللي هيقف قصاده مش مصر لوحدها، مصر والجزائر وكل الدول العربيه تقف قدام ملف تقسيم ليبيا. معانا دكتور عادل عامر دكتور القانون العام هيكلمنا عن اخر تطورات في الوضع الليبي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. ازيك دكتور عادل؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. خليني بس أسأل حضرتك كده في الأول، إيه هو رأيك في تقييم لمؤتمر برلين بخصوص الوضع الليبي؟ في البداية نود أن نقول أن مصر تعتبر أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، فتربط البلدان مصالح أمنية واقتصادية فضلا عن الروابط الاجتماعية، ولا سيما لكون ليبيا بوابة مصر الغربية حيث تشكل الحدود الممتدة بين البلدين على طول الخط الحدودي من الشمال عند البحر المتوسط إلى الجنوب حيث الحدود مع السودان مسافة 1200 كيلو. لذلك يجب أن يتفق الليبيون فيما بينهم على تأييد الجهود المبذولة وتنفيذ اتفاق سخيرات أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإجراء استفتاء لدستور جديد وانتخابات ديمقراطية سليمة لتحقيق ذلك، كما أن تعقيدات الوضع الميداني في ليبيا في الوقت الراهن واستسعار المعارك حول العاصمة طرابلس ستلقي بظلالها السالبة على نجاح توثيق مؤتمر برلين، وتجعل من أي مقررات تصدر عنه لا تأخذ في الاعتبار المستجدات التي تشهدها ساحة المعارك جهدا لا طائل من وراه مكانه الأدبير، لأن فرص نجاح مؤتمر برلين لا تبدو كبيرة لتعارض الأجندات الإقليمية والدولية، خاصة أن الدول الكبرى تنطلق من مصالحها الاقتصادية في ليبيا، لأن أوروبا بما فيها ألمانيا نفسها قلقة جدا من قضية الهجرة غير الشرعية التي تنطلق مراكبها من السواحل الليبية باتجاه المواني الأوروبية، فمن غير المرجح التزامهم بمقرراته في ظل التقاعس الدولي عن لجم الميليشيات الإرهابية
كما ان وضع الاتفاق الدولي بشان ليبيا الذي اقر في برلين اطارا لجهود تحقيق السلام فيها، لكن هشاشه وقت اطلاق النار فضلا عن الانقسامات تزيد من غموض افق تحقيق السلام فيها، لان صمت طرفي النزاع زاد من عدم اليقين المحيط بمصير نتائج هذا المؤتمر. من هنا فان طبعا جلوس جميع الاطراف الدوليه على طاوله واحده في برلين يشكل نجاحا في حد ذاته مؤقتا، مع تاكيد الامم المتحده بان البيان الختامي للمؤتمر سيرفع الى مجلس الامن الدولي ليتم اعتماده كقرار، لا يزال اتفاق برلين مستعصيا على الفهم وسط غياب واضح لمفاهيم ومصطلحات تحدد مفاتيح الحل الدولي المقترح على الاطراف الليبيه. لذلك نرى ان بعضهم يعتبر هذا الاتفاق جاء لتعقيد الوضع لحله. في الوقت ذاته يختلفون في فهم حقيقة الدور التركي في ليبيا. وفي اختصار بسيط، اتفاق مؤتمر برلين في 9 صفحات، 6 بنود تسير في 4 مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. في وقت تعهد المشاركون فيه بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد السلاح وتقديم الدعم الكامل لبدء مسار التسوية اللازمة الليبية. فيما ذهبت بعض الأطراف للمسار العسكري الأمني من خلال تسمية أعضاء لجنة عسكرية ليبية مشتركة تعمل على وضع آلية لوقف دائم لإطلاق النار ولمراقبة بغية ضمان عدم حدوث اختراقات مشاركة دولية. ترك في الوقت ذاته الإشراف على المسار السياسي للبعثة الأممية من خلال تأليف لجنة ليبية أخرى مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة بواقع 13 عضو في كل منهما، بينما تتولى البعثة الأممية اختيار أعضاء آخرين ليكتمل عدد الأعضاء 40 عضو. تم تكليفهم بمهام مناقشه القضايا الليبيه العالقه في طريق الحل السياسي كقضيه الدستور المعلقه منذ اكثر من 2 سنين، ووضع اليات لاجراء انتخابات عامه في البلاد توازيا مع العمل على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومه جديده تكلف اليها امر تيسير الخدمات الحاليه والاشراف على الانتخابات الاولى. لان الشكل البنود السته والاليه التي وضعت لها في 3 مسارات هلاميه اكثر منها واقعيه، ولا تهدف الى شيء سوى الى استمرار جمود الاوضاع على حالها، لان الهدف المعلن من برلين وهو خلخله الخلافات الدوليه بشان ليبيا لم يحدث، وما حدث هو تجميد الاوضاع كافضل الحلول لتلك الخلافات وتوحيد الموقف ضد المشروع التركي، لان استهداف شرعيه حكومه الوفاق من خلال اعاده تشكيلها كما طلب بالاتفاق بالمسار السياسي يعني فقدان اردوغان لاساس مشروعه، فهو من وقع معها اتفاق البحري الذي يمس المصالح الاوروبيه والمصالح المصريه. في المقابل يبدو ان اتفاق برلين من خلاله شدد على ضروره وقف القتال وتشكيل لجنه عسكريه مشتركه لوضع اليه لوقف النار. ولكن اسمح لي دكتور عادل، تحياتي ليك دكتور عادل، اسمح لي ان انا احييك على التحليل، ان مش عايزين ندخل الناس في تفاصيل كتيره، هو الفكره كلها ان فعلا في تجميد للوضع لان ما قدروش يغلبوا مصلحه روسيا على الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الاوروبي على امريكا، مصالح كتير متضاربه وكله عايز يرجع لليبيا. فاحنا عايزين نقول الرجوع لليبيا مش عن طريق تركيا خالص، عن طريق دول الجوار مصر والجزائر، الدول اللي هي عايزه تحافظ على وحده وسلامه الارض والشعب، الارض الليبيه والشعب الليبي. انما نعم، فكره التقسيم وعشان كل واحد ياخد حته من التورته، وده بيدور على الغاز وده بيدور على عوده الاستعمار بشكل مختلف، ده مش هينفع. نعم، وبناء عليه بيحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من وراء ستار تقسيم الدوله لشرق وغرب، لان دخول تركيا الى ليبيا هدفه السيطره على غاز المتوسط وتامين الفكره الايديولوجيه الخاصه بتصعيد حكومات الاسلام السياسي للشمال الافريقي للحفاظ على مصالحه. ولكن اعتقد بصعوبه استنساخ النموذج السوري في ليبيا لابعاد جغرافيه وسياسيه دولي، فالنفط والغاز والموقع الاستراتيجي الذي تحظى به ليبيا يجعلها مطمع للجميع، ولن تطرق لطرف دون اخر بسهوله. لان مصالح الدول التي تتدخل في ليبيا تتطلب استمرار الفوضى، وهو ما يتضمنه المسار السياسي في اتفاق برلين الذي دعا الاطراف الليبيه لحوار سياسي جديد، والمعنى هو العوده الى نقطه الصفر مجددا. المعنى ايه؟ ان التدخل العسكري التركي المزمح في ليبيا جزء من تصور استراتيجي يعتقد فيه اردوغان تصوره يوسع مقتضى دوائره ونفوذه وحجم ادواره، ويريد ان يقول اولا انه طرف رئيسي في جوائز حقول الغاز ولا يمكن استبعاده باسم طرف رئيسي ازاي وهو ملوش مصالح اقتصاديه ولا هو دوله جوار؟ احنا يعني هو بيتدخل في سوريا بحجه انه خايف الاكراد يبقى ليهم دوله، طب هو يجي يتدخل في ليبيا ويقسم ليبيا ويعمل لي دولتين ثلاثه في ليبيا؟ ولا هو يجي ياخد الغاز من شرق المتوسط على الجاهز؟ يعني لأنه هو دوله مستعمره ولغايه دلوقتي محتل قبرص. لا تمام، لأنه وبيفخر امبارح بتاريخه الاستعماري.
لانه طبعا بيعتبر ان حقول الغاز جزء، حقول الغاز البحر المتوسط جزء لا يتجزا من اقتصاد من اقتصاده الذي يعتقد انه اخذ منه، ولا يمكن استبعاده باسم القانون الدولي من اي حقوق يتصورها لنفسه. ويريد ان يقول ثانيا انه طرف رئيسي في ازمات الاقاليم المتفاقمه ولا يمكن تجاهل دوره في اي تسويات محتمله. هذا يدل على ان اردوغان يريد أن يكون له دور في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة ليبيا، لأن يلوح باستخدام القوة في اتجاهات استراتيجية متباعدة في الشرق المتوسط وشمال سوريا وداخل الأراضي الليبية كأنه قوة عظمى، فيما أن الولايات المتحدة نفسها تعجز عن هذه الاستخدامات للقوة، فالقوة حدودها وطاقتها التي لا تتعداها. لذلك الخطوة التركية بخصوص مذكرة التفاهم البحرية من حسابات صراع النفوذ على موارد الطاقة في الشرق المتوسط، من ثم فإن الخطوة التركية تعتبر خطرا كبيرا على الامن القومي المصري والامن القومي العربي عموما. حضرتك في دقيقه كده الموقف القانوني، وحضرتك دكتور القانون العام، في دقيقه كده الموقف غير سليم قانونيا ولا دستوريا ولا دوليا، يعني السراج اصلا معين، ومعين من جهات خارجيه مش معين من الشعب الليبي او احد المنتخبين من الشعب الليبي، هو معين من جهات خارجيه، الوحيد المنتخب هو رئيس البرلمان الليبي، وهو جه في مصر ومن خلال البرلمان المصري اعلن ان هو مش معترف بالعمل السراج، ومع ذلك نعم. في ناس لسه بتسمع للسراج. نعم، يعني ذلك بحاول تركيا الابقاء على الوضع الحالي للاتفاقيه وتوظيفها في اطار علاقتها مع دول المتوسط في مواجهه الدول الشرق المتوسط، مصر واليونان وقبرص واسرائيل من جانب، وفي مواجهه الاتحاد الاوروبي من جانب اخر، كمحاوله المناكفه والمساومه بها في العديد من الملفات. بمعنى ان ابرام تركيا هذه الاتفاقيه مع حكومه السراج ياتي في سياق سياسه فرض الامر الواقع بالقوه التي ينتهجها اردوغان ومحاولته الضغط بهذه الاتفاقيه على دول شرق المتوسط الاخرى من خلال تعطيل منتدى غاز شرق المتوسط الذي اقرت هذه الدول ضمنه اتفاقيات تعاون فيما بينها لاستغلال موارد النفط والغاز وانشاء خط نقل الغاز الذي سيمر عبر جزيره كريت الى اوروبا، فضلا عن اللعبه بهذه الورقه مع ورقه اللاجئين في مواجهه الاتحاد الاوروبي. ولان تاتي هذه المحاوله برضه من تركيا تهديد الامن القومي المصري عبر البوابه الغربيه لها، ويمكن القول بان هناك العديد من الشواهد والحقائق التي تدلل على تحقيق هذا السيناريو، وذلك نظرا لتضارب مواقف الدول الكبرى الفاعله والمؤثره في الحاله الليبيه، وعدم وجود توافق دولي على حسم الوضع العسكري في ليبيا في ضوء تعارض مصالح هذه الدول. شكرا لحضرتك دكتور عادل، وان شاء الله تشرفنا باذن الله قريبا في الاستوديو. شكرا لحضرتك. اتمنى ان كل الدول العربيه مش بس ليبيا، الشعوب تعرف مصلحتها في انها تفضل شعب واحد على ارض واحده، لا الشعب يتفتت ولا الارض تتجزأ. يعني اللي بيحصل في كل الدول العربيه ما حصلش لا في ايران ولا في تركيا ولا في فرنسا ولا في هيحصل في اي دوله في العالم. انا ما اعرفش الشعوب العربيه عايزه ايه بصراحه. يعني الشعوب، ويعني فكره ان قبائل في ليبيا لغايه دلوقتي ده مع ده وده مع ده وده مع ده، فين وحدتكم؟ ليبيا هتتقسم بالطريقه دي؟ معانا ان شاء الله مداخله تليفونيه مع الاستاذ الدكتور باسم حلقه نقيب السياحيين، وهنشوف تقرير عن السياحه قبل ما نتشرف بالمداخله مع سيادته. أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات بالدولار سنويا. وتسهم تلك العائدات بالعملة الأجنبية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتساعد في توفير فرص عمل جديدة للحد من البطالة. وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم لتعدد المقاصد السياحية بها من مزارات دينية وأثرية ومناطق للعلاج والاستشفاء السياحي، فضلا عن السياحة الشاطئية على شواطئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وتمتلك مصر بنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك من غرف فندقية وقرى ومنتجعات سياحية وشركات سياحية ومكاتب طيران. وأصبحت مصر تتمتع في السنوات الأخيرة باستقرار أمني وسياسي أدى لعودة الحياة لقطاع السياحة بقوة من جديد.
ورجعنا لكم بعد التقرير. ومعنا أستاذ دكتور باسم حلقة نقيب السياحيين. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا يا دكتور. دكتور باسم أهلا وسهلا. ممكن نعرف من حضرتك إيه أهم الإنجازات اللي تمت في قطاع السياحة خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وطبعا مصر مرت صعبة من 2011 مع بداية الثورة، لكن مع تولي السيد الرئيس رئاسة مصر بدأ يكون هناك عودة للاستقرار السياسي والأمني في الشارع المصري. وطبعا احنا عارفين ان ما فيش سياحة من غير أمن. طبعا بدأ سيادة الرئيس يهتم بتحسين البنية التحتية من طرق وكباري، وده الحقيقة سهل كتير في الحركة السياحية. بدأت هناك مبادرة من البنك المركزي بدعم القطاع السياحي والمنشآت السياحية لتجديد هذه المنشآت وتحديث أسطول النقل السياحي في مصر. هناك علاقات دولية قام بها السيد الرئيس والقيادات السياسية في مصر مع مختلف الدول لتعيد لمصر مكانتها الدولية. وطبعا ما ننساش انه مصر النهاردة هي بترأس الاتحاد الافريقي. والحقيقة هناك مؤتمرات دولية قام بها السيد الرئيس في شرم الشيخ وفي أسوان حسنت من الصورة الذهنية للسياحة المصرية. في طبعا احنا بنترقب خلال أسابيع وأيام قليلة الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو يعتبر أكبر متحف موجود في العالم ويضم أكبر عدد كبير من الآثار المصرية القديمة. والحقيقة هيفتتح سيادة الرئيس واحنا يمكن شغالين بشكل كبير ومكثف على هذا الحدث الكبير. أيضا عودة الطيران البريطاني مرة أخرى لرحلاته في شرم الشيخ، عودة الطيران الروسي للرحلات المنتظمة ما بين القاهرة وموسكو، ويمكن خلال أسابيع قليلة يبدأ الرحلات الشارتر المتوجهة إلى شرم والغردقة. الحقيقة مجموعة من الإنجازات تمت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي اللي وصلتنا أننا في عام 2019 نحقق أعلى دخل تحقق من القطاع السياحي في مصر. يمكن احنا تخطينا ما تحقق في 2010 قبل الثورة، وان شاء الله انا شخصيا متفائل واتوقع انه في عام 2020 قد نخطو خطوات اكثر انطلاقا وتوسعا مع زيادة عدد الغرف الفندقية، مع زيادة الاستثمارات السياحية، مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة يعني عدد كبير من المشروعات هتبتدي تدخل الخدمة. أيضا موضوع التأشيرة الإلكترونية ده برضو موضوع مهم جدا، سهل كتير الحصول على التأشيرة السياحية للدخول مصر، وكل ده طبعا تساعد على زيادة الأعداد السياحية اللي موجودة. تحياتي ليك يا دكتور باسم. دكتور باسم، ايوه مع حضرتك يا دكتور. الله يخليك. استسمحك بس تبعد المايك عن حضرتك شويه. مع حضرتك. تمام. هو من القطاعات الموجوده في السياحه وليها مستقبل واعد قطاع العلاج والاستشفاء السياحي. حسب معلوماتي في حوالي 1400 مكان في مصر سواء تربه او مياه ابار ليها مواصفات معينه بتستخدم في العلاج. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الفرص في المجال ده او في القطاع ده. شوف، اولا مصر من خلال الحمله القوميه اللي اطلقها سياده الرئيس الخاصه بعلاج فيروس سي دي يعني مجانا، طبعا دي زي ما بنقول كده باللغه الشعبيه سيطت في العالم. بدات تضع مصر على الخريطه بالسياحه العلاجيه، لأن مصر زي ما حضرتك أشرت عندها إمكانيات وقدرات طبيعية تساعد على الاستشفاء،
خاصة على سبيل المثال في منطقة ما بعد حماطة أو مرسى علم، هذه المنطقة والرمال فيها بتساعد على العلاج من الأمراض الجلدية وما الصدفية يعني، وغيرها من العيون الكبريتية والحاجات اللي هي بنقول عليها إيه طبيعية. طبعا مصر بتستقبل للسياحة العلاجية أعداد ولكن ليست كبيرة، لأنه زي ما حضرتك عارف إن إحنا عشان هذا الملف يعني ياخد وضعه تماما لابد من إننا ننشئ بعض المنشآت السياحية المتخصصة ويكون فيها عدد من الأطباء وطاقم التمريض المؤهلة للعمل الطبي والسياحي في نفس الوقت. احنا بنسعى حاليا ان احنا نتوسع في الاستثمارات السياحية للسياحة العلاجية وعمل منتجعات سياحية علاجية في بعض المناطق سواء على سواحل البحر الأحمر أو على سواحل البحر الأبيض المتوسط أو حتى في الواحات. مستقبل كبير بينتظر هذا الملف إن شاء الله، ويعني أنا شخصيا متفائل وأعتقد أنه قريبا قد يكون هناك بروتوكول تعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة السياحة، وأتمنى أنه يرى النور قريبا يعني. أنا شاكر لحضرتك وبستغل فرصة تواجد حضرتك معايا وبعلن عن إطلاق مبادرة سيلفي إن إيجيبت من خلال برنامج لمة الأسبوع، ودعوة لكل العرب وكل الأجانب إن هم ياخدوا سيلفي في كل مكان في مصر، سواء شواطئ، سواء سياحة ترفيهية، سياحة آثار، أماكن دينية، ورحلة العائلة المقدسة بقت على الخريطة السياحية لمصر، وفي بعض الأماكن العلاجية بقت على الخريطة السياحية لمصر، وإن شاء الله القادم أفضل ومزيد من التطور لقطاع السياحة ولكل الاقتصاد المصري إن شاء الله. شكرا لحضرتك وشرفتني، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله في الاستوديو. يعني قابلت دكتور عبد العاطي المناعي، ودكتور جميل جدا وبمجهود فردي عمل خريطة كاملة للأماكن الصالحة للعلاج السياحي، الاستشفاء السياحي والعلاج السياحي في مصر. والعلاج السياحي غير الاستشفاء السياحي، العلاج بنعالج حاجة، الاستشفاء بيبقى فترة نقاهة، يعني بتريح نفسك بعد علاج معين او بعد حاجات معينه، فالعلاج غير الاستشفاء. واحنا عندنا اكتر من 1400 مكان في مصر ما بين تربه او عيون بيبقى ليها خصائص، مواد كبريتيه، مواد فيها املاح معينه بتساعد على علاج امراض معينه وامراض كتيره مش كلها امراض جلديه وفقط، بالاضافه الى المناخ العام في مصر كله، المناخ ده بيساعد على الاستشفاء من امراض كتير، مناخ مصر نفسه. فاحنا محتاجين نهتم بقطاع العلاج والاستشفاء السياحي. ان شاء الله هيبقى معانا في الفقره الثانيه من الاستوديو الدكتور محمد عبد ربه امام وخطيب وزاره الاوقاف، وكلمنا عن اليقين بالله وقضاء الله دائما هو الافضل والاختيار الالهي هو الافضل لينا والرضا والتوكل على الله. ناخد فاصل ونرجع للدكتور محمد من الاستوديو ان شاء الله. رجعنا لكم ختامها مسك ان شاء الله مع دكتور محمد عبد ربه امام وخطيب وزاره الاوقاف، اتكلمنا عن فكره الرضا واليقين والتوكل على الله. تحياتي ليك. تحياتي. نورنا دايما ومستزيد من علمك وربنا يفتح عليك وعلينا يا رب دايما. اول سؤال كده، الفرق بين التوكل والتواكل. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على امام الانبياء وسيد المرسلين وبعد. طبعا عندما نتكلم عن قضية التوكل في البداية والرضا، فلا شك أننا نتكلم عن قضية من أخطر القضايا التي تواجه الإنسان في هذه الأيام. التوكل عندما نعرفه نقول هو أن تجعل لنفسك وكيلا يقوم بمهامك في كل شيء، والمسلم على حسب عقيدتي يجعل الله تبارك وتعالى هو الوكيل المتكفل بكل مهامه صغرت أم عظمت. ولذلك عندما نقول التوكل
دائما أقول التوكل أن تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم تعتمد على الله كأن الأسباب ليست بشيء. أما التوكل والعياذ بالله هو أن يتوكل القلب ولا تعمل الجوارح. عندما ينقل الإنسان عمل الجوارح إلى القلب هذا إنسان متواكل، يتمنى بقلبه لكنه لا يسعى ولا يأخذ بالأسباب. وهذا المعنى أشار إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يسير في الحج، فوجد جماعة من الناس يسيرون يسألون الناس في الطريق، فقال لهم لماذا أنتم بتسألوا الناس ليه؟ يعني يسأل الناس يتكفف يعني بيشحت يعني. فقالوا نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى الحبة ثم توكل على الله عز وجل. يعني أنت تريد أن تخرج هذا الزرع، تتمنى بقلبك أم تعمل بجوارحك؟ القلب يتمنى والجوارح تعمل. أنا أريد أن أكون متفوقا دراسيا، كلنا يريد ذلك، هل يتحقق ذلك بالأماني أم بالاجتهاد والمذاكرة؟ لا، بالاجتهاد والمذاكرة. الإنسان يريد أن يكون في أرقى المناصب، هل يتمنى ذلك بقلبه أم عليه أن يجتهد وأن يسعى أم يتمنى بقلبه فقط؟ إذن التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب ثم يترك النتيجة على الله. أما التواكل والعياذ بالله يتمنى النتيجة ويتمنى المسببات دون أن يأخذ بالأسباب. أيضا الله عز وجل عندما خلق هذا الكون جعل هناك أسباب ومسببات. الأسباب يسميها العلماء هي المقدمات، والمسببات هي النتائج. من أخذ بالأسباب يعني أدى المقدمات عليه أن يترك النتيجة على الله تبارك وتعالى، فإن جاءت النتيجة وفق ما يهوى فهو حامد لله وراضي، وإن جاءت النتيجة على عكس ما يهوى إذن هو حامد لله وراضي، وإن أعطي أقل مما توقع هو حامد لله وراضي، وإن أعطي فوق ما توقع فهو حامد لله وراضي. ولذلك بس يعني معلش آية أخيرة، ربنا سبحانه وتعالى عندما تعرض لهذه القضية قال إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. قبل أن تأكل من رزق الله عليك أن تمشي وعليك أن تسعى وأن تجتهد ولا تطلب الرزق وأنت جالس لم تأخذ بالأسباب. طيب بما أن حضرتك بتتكلم عن الرضا، يعني إحنا بنشوف في حوالينا نوعين من الناس، في ناس بتلاقيهم عندهم كل حاجة ربنا مديهم نعم كتير قوي، بس بيبصوا لحد تاني أو مش راضيين باللي معاهم فما بيقدروش أنهم يستمتعوا بالحاجة دي. وفي ناس تانية بيبقى ما عندهاش نفس اللي عند الناس الأولى دي، بس بيشكروا ربنا وبيحمدوه راضيين بأي حاجة ومش طمعانين في حاجة زيادة. فعايزة بس أسأل حضرتك يعني إيه هي أهمية الرضا والحمد، ويعني إيه أهميتها في السعادة بالنسبة للفرد والمجتمع كله؟ بص حضرتك، لا نبالغ إذا قلنا السعادة كلها في الرضا، كلها سعادة الدنيا والآخرة في الرضا. ولذلك أول آيات القرآن الكريم ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. بدأ ربنا تبارك وتعالى كتابه وقرآنه بالحمد لله، وهي أعلى صيغة يحمد الإنسان بها ربه ويعبر بها عن رضا. لما نيجي نتكلم عن الرضا مثلا نقول إيه الرضا؟ أن يكون الإنسان راضيا برزقي وبمالي؟ لا، الرضا أن تعلم أن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح. فإذا سلم قلبي أن الله حكيم يعني يضع الشيء في موضعه الصحيح، محال أن ينتاب الإنسان حالة من الحزن أو القلق والاضطراب والطمع فيما في يد غيري. ليه؟ لأنني عندما أسلم أن الله حكيم ويضع الشيء في موضعه الصحيح، إن أعطاني رضيت، وإن منعني رضيت، إن أعطاني أقل مما أتوقع رضيت، إن أعطاني فوق ما أتوقع رضيت. إذن عندما يتسلح الفرد بفضيلة الرضا يعيش طيلة حياته قانع بما قسمه الله عز وجل له، وعينه لا يمكن أن تمتد إلى من فضل عليه في المال أو في الرزق، ويبقى كمان مرتاح ومبسوط. طبعا، علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه عندما علمنا كيف نجعل من رضانا حتى إن كنا في ضيق من العيش، جعل من الضيق وسيلة إلى مرضات الله. يأتيه سيدنا جبريل فيقول يا محمد إن شئت أن مصير لك بطحاء مكة ذهبا لفعلا. قال له لا يا أخي يا جبريل، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت سألت الله وذكرته مش انتحرت، وإذا شبعت حمدت الله وشكرته. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق اليد وسيلة تقوده وسلما يصعد به إلى مرضات الله، ولم يجعل من ضيق اليد وسيلة يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. الأزمة مع الدكتورة إن نحن بضعف إيماننا وبعدنا عن الله وانغماسنا في ملذات الحياة نظن أن الكون يسير ميكانيكيا، 1+1 بيساوي 2، لا،
قد تسعى ولا تعطى، وقد تسعى وتعطى، وقد تسعى وتعطى أقل، وقد تسعى وتعطى أزيد. ليه؟ لأن الرزق ليس مرهونا بسعيك فقط، وإنما هو مرهون بما قضاه رب العالمين وقدره عليك قبل أن تنزل من بطن أمك. علشان كده دايما بنقول للناس الرزق بالذات إن ركبت الريح لتلحق به لركب هو البراق ليلحق بك. الرزق يعرف عنوانك ولا تعرف عنوانه. الرزق هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومأمور أن يصلك وأن يصل معالي الدكتور وأن يصلني وأن يصل السادة المشاهدين في الوقت المعلوم والزمان المعلوم وبالهيئة التي قدر الله عز وجل أن يأتيك عليها. فإن لم تبحث أنت عنه بحث هو عنك أنت فقط. عليك أن تسعى ثم تترك النتيجة على الله رب العالمين. أيضا نحن نقول الكون لا يسير ميكانيكيا، وإنما بما قضاه رب العالمين تبارك وتعالى وقدره عليه. علشان كده دايما بنقول للناس ما أراده الله عز وجل بنا، ما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا أظهره لنا. يعني إيه الكلام ده؟ الله أراد مني أن أكون مصلي وأن أكون مزكي وأن أكون صائم وأن 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 وأن، دي اللي ربنا عاوزه مني. لكن ما قضاه الله عز وجل علي، ما أراده بي أخفاه عني. يعني متى سأموت، كيف سأموت، هل سأبتلى بالمصائب، كل ده ربنا أخفى عني. فشغلنا أنفسنا بما أراده الله عز وجل، بما أراده الله عز وجل منا، بما أراده الله بنا، شغلنا نفسنا هو بكرة في إيه، هو رزق هيكون إزاي. لا يا أخي، اشغل نفسك بما أراده الله منك. اشغل نفسك أن تكون مصليا، أن تكون مزكيا، أن تكون محترما، أن تكون خلوقا، أن تكون ملتزما بأوامر الله. لكن ما أراده الله بك الغد لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فسلم واترك النتيجة على الله. أنت عليك أن تأخذ بالأسباب ثم تترك النتيجة على رب الأسباب سبحانه وتعالى. تحياتي ليك، واسمح لي انا عارف يعني احد خطب حضرتك كنت اتكلمت في المواضيع دي وبالتحديد عن الوسائل الروحيه في السعي للرزق. الوسائل الروحيه ليها دور انها تحسس الفرد ان هو عمل اللي عليه، حتى لو كان اللي هو كان بيسعى ليه ما جاش او جه اقل او جه ازيد. وسائل الروحيه. لكن اسمح لي انا قبل ما نتكلم في الوسائل الروحيه وكلام حضرتك جميل، انا دايما باصص على الشباب، لان دلوقتي للاسف الالحاد كتير، الانتحار كتير. ولما بنتكلم مع الشباب بنلاقي الشباب دايما بيقول لك احنا بنحبط كتير. يعني دايما يبقى مثلا حد في العيله ممكن والده او والدته مش فاهمه، ممكن ما يلاقيش حد يقف جنبه، لا اخوات ولا اصحاب زي زمان. حتى اللي مش لاقي شغل يوم ما بيلاقي شغل يقول لك لا الدنيا مش ماشيه زي ما انا كنت متخيل. فالإحباط المتكرر ده بيخلي الناس بتيأس، واليأس بيخليهم يفطروا ويبعدوا عن الدين، ممكن بعد كده يبقى الحاد، ممكن يبقى حالات اكتئاب حاد وانتحار. فعايزين نرجع الناس للوسائل الروحية، ما تفقدش علاقتها وصلتها بربنا. ودايما أبقى متأكد أن اختيار الله عن يقين هو ده الأفضل. ويقيني يقيني بالله، يقيني من أي سوء. فكرة أن اختيار الله هو الأفضل، وفكرة أن أنا يعني أي محبوب مهما كانت علاقتي به، قرابة أو صداقة أو شيء من هذا القبيل، ممكن ما يقبلنيش في أي وضع أنا فيه، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو المحبوب والحبيب الوحيد اللي بيقبلني في أي وضع. الوسائل الروحية. يعني الكلام الذي تقدم يعني يسلم إلى الإجابة على هذه النتيجة. إحنا دايما بنقول لنفسنا وبنقول للشباب أن الكون لا يسير ميكانيكيا، مش واحد زائد واحد بيساوي اثنين. واعتقدنا خطأ أن تحصيل الأرزاق بالسعي فقط. لا، السعي والجد والاجتهاد احد وسائل تحصيل الارزاق. ان انت تشتغل وتقوم الصبح وترجع بيتك الساعه 3 مثلا، او ترجع ايا كان نوعيه عملك. لكن هناك وسائل روحيه اخرى لتحصيل الرزق. هذه الوسائل ان لم تتوفر، والله لو سعيت ليل نهار. اول هذه الوسائل مثلا، ومن يتق الله يجعل له ايه، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا اعمل طيلة النهار 24 ساعة، لكن لا أعرف لله بيتا، ولا أعرف لله طريقا، ولا أصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، ولا أعرف الله تبارك وتعالى. تخيل إنسان بهذا الوضع مهما ربح، مهما كان مرتبه، واخد بال حضرتك، هل يمكن أن يكفيه وأولاده؟ أبدا، ينزع الله تبارك وتعالى منه البركة. دي أول وسيلة، أن يكون الإنسان متقيا لله تبارك وتعالى، مراعيا ربه تبارك وتعالى، مراقبا لله في كل حركاته وسكناته، مؤديا أوامر الله عز وجل.
ولذلك حضرتك لما تقوم لصلاة الفجر مثلا بنجب بعض النوعيات لابس ورايح الشغل، طب مش هتصلي الفجر؟ يقول لك بس علشان الحق. فدايما بقول عجبت لمن يقوم الفجر من أجل رزقه ولا يقوم من أجل رازقه، مع أن الرسول علمنا قاعدة مهمة جدا، قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، وفي رواية إلى أن يصبح. تخيل أنا لما صلي الفجر أنا في ذمة الله، تخيل أنا في ذمة الله وفي كنف الله وفي حفظ الله، وهناك رزق لا يأتيني، هذا محال. أول وسيلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الوسيلة الأخرى، نحن نقول لكل من يسعى ويجتهد ليجمع الرزق، اسعى واجتهد، ولكن ما علاقتك بأرحامك؟ طب وإيه علاقة الأرحام بزيادة الرزق؟ الرسول علمنا في الحديث الصحيح من أراد أن ينسأ له في أسره، يعني ربنا يطول في عمره، سواء إطالة العمر الإطالة الفعلية بزيادة العمر أو كناية عن البركة، من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. تخيل معالي الدكتور حضرتك وانت خارج الصبح، لو أن أمك دعت لك وقالت أسأل الله أن يرزقك برزق أولادك، أو حتى باللغة الدارجة بتاعتنا كده ربنا يرزقك برزق أولادك، لو اجتمع الكون كله على أن يمنعوا عنك رزقا، دعوة الأم تستطيع أن تنسف كل المعوقات التي تمنع عنك الرزق. تخيل حضرتك وانت خارج تسمع دعوة من أبيك أن ييسر الله لك حالك وأن يرزقك برزق أولادك، ده دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المسافر من الدعوات الثلاث التي علمنا النبي أنها لا ترد. لما انت خارج أمك أو أبوك أو أختك أو أخوك أو أولادك أو زوجتك، الجميع يدعو لك أن ييسر الله عز وجل لك رزقك، هل يمكن بعد دعوة الأب والأم ومن يحبونك أن يمنع أحد حتى لو اجتمع الكون كله أن يمنع عنك رزق؟ أبدا، دعوة الأب والأم قادرة على أن تنسف كل المعوقات التي تعترض طريق رزقك. طيب كنت بتكلم مع سعادتك بقول لحضرتك اقعد مع الموظف، اقعد مع التاجر، اقعد مع الصنايعي، أي أصحاب مهنة، وتكلم عن الدخل والرزق، قلما الآن أن تسمع واحدا يقول الحمد لله، الحمد لله على مرتبي أو على رزقي أو أبدا. الله، طب وإيه علاقة الحمد بزيادة الرزق؟ دي قاعدة مش إحنا اللي حطنا، الرازق هو الذي وضعها، ربنا سبحانه وتعالى علمنا لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله عز وجل وحمد الله عز وجل والرضا بقسم من الحياة وسيلة لزيادة الرزق، كأن الله عز وجل يقول رضيت بقدري وعزتي وجلالي لأعطينك على قدري وما قدر الله حق قدري. طيب نقول يعني كيف حالك آخر مرة النهاردة في صلاة الفجر، امبارح أو الامبارح الأسبوع السنة دي، يعني قعدت 10 دقائق 5 دقائق استغفرت ربنا، ايه علاقة الاستغفار بزيادة الرزق؟ دي قاعدة الله هو الذي وضعها ولسنا نحن، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء، دي النتيجة بقى، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. إذن تقوى الله، صلة الارحام، شكر النعمة، الاستغفار. طيب الانفاق، يا أخي ده أنا مرتبي ضيق وبتاع، يعني مش ممكن كل شهر تعمل 5 جنيه ل 57 أو لمعهد القلب دكتور مجدي يعقوب أو غيره من الناس اللي في أمس الحاجة، 5 جنيه كل شهر. الله، طب وإيه علاقة الإنفاق؟ ربنا يقول يا ابن آدم أنفق وأنفق عليك، بيقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب إيه؟ من كرب يوم القيامة. ده الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذبح الشاة وصلى وعاد يا عائشة ماذا تبقى منها؟ قالت وزعناها جميعا يا رسول الله، بقي الكتف. قال لا، ده بقيت كلها إلا الكتف. إذن ما أعطي للفقير هو الذي يبقى عند الله. ولذلك الإمام الحسن البصري عندما كان يدخل عليه فقير كان يقول له إيه؟ أهلا بمن جاء يحمل عنا زادنا يوم القيامة بلا أجرة. ده أنت بتاخد حسنات بتشلة هتلاقيها موجودة يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيء الوحيد الذي لا يسير معك ولكن تجده على باب الجنة هو المال الذي تصدقت به. طيب قبل بس ما اسال حضرتك السؤال اللي جاي ده، انا بس عايزه اقول لماما لان هي شايفاني تسمع كلام حضرتك وتدعي لي من قلبها بجد، وبابا قاعد بره يعني يا ريت يزودوا الدعاء بتاعك، انت سمعته اهو يعني المفروض اللي يحصل. السؤال بقى اللي عايز اساله حضرتك، عشان الرزق يزيد والمرتب يبقى، مش سيبك من الرزق والمرتب، الدنيا تتظبط شويه ان شاء الله. ايه المفاهيم اللي المفروض ان احنا نصححها في قضيه الحمد والرضا؟ يعني زي مثلا انه السعاده مش في الفلوس، السعاده في الصحه، وان الرزق في الاولاد مش في حاجات تانية. ايه بقى دايما احنا بنقول
ودايما بنلتمس العذر للناس كما علمنا ربنا وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ضغوط الحياة وانغماس الإنسان في مشاغل الحياة والبعد شيئا ما عن الله جعلنا بضعف إيماننا نحصر الرزق في المال. اقعدي مع أي حد إيه هو الرزق؟ يقول لك المال والمرتب والدخل، مع أن المال رزق نحن لا ننكر ذلك، ده ربنا بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا ننكره، لكن ما قيمة المال بلا صحة؟ شوف حضرتك ملياردير يستطيع أن يشتري أفخم الطعام من كل البلاد لكن لا يملك الصحة التي تأكله، هذه واحدة. طيب ما قيمة المال والصحة إن لم يرزق الإنسان الولد؟ شوفي حضرتك كم من ملياردرات أوتي يعني مال قارون لكن حرمه الله عز وجل نعمة الولد. ده كلما زاد ماله كلما زاد شقاؤه، كلما كسب كلما زادت تعاسته والعياذ بالله. فالمال رزق والصحة أعظم منه، وأن ترزق الولد أعظم من الجميع. الولد سأله الأنبياء وتمناه المرسلون، وأعظم من الجميع لأن ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، أعظم من الجميع أن يرزق الإنسان راحة البال، سيهديهم ويصلح بالهم، أن ينام الإنسان قرير العين لا يؤرقه شيء أبدا. ولذلك الرسول كان دائما يستعيذ من الهم والحزن، أن يكون الإنسان دائما مش مرتاح البال، حزينا يحمل الهم لمطامع الدنيا الأشعبية والعياذ بالله. وأيضا من نعم الله أن يرزق الإنسان محبة الناس، ده من أعظم نعم ربنا. ده ربنا سبحانه وتعالى عندما يرزقك ويرزق الدكتور ونحن وكل المشاهدين محبة الناس ينادي في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء أحب فلانا الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم ينادي في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يضع الله عز وجل له القبول في الأرض. تلاقي إنسان بسيط جدا جدا وإذا أقبل على مكان خطف أنظار الناس وأحبه كل الناس، إحنا بنسميه بالمصطلح المعاصر الكاريزما. طيب وأعظم من الكل أن يرزق الإنسان وأن يوفق إلى حسن الخاتمة. الله سبحانه وتعالى علمنا أن المال رزق وأن الصحة رزق وأن الولد رزق وأن راحة البال رزق وأن محبة الناس رزق، وأن يختم الله عز وجل لنا بخاتمة السعادة من أعظم الأرزاق. ليه؟ لأن الإنسان إذا ختم له بالسعادة يوم العرض على الله، إذا دخل الجنة المال الذي حرم منه سيجده، الولد الذي حرم منه سيجده، الزوجة التي حرم منها سيجدها، الصحة التي حرم منها سيجدها، كل ما حرم منه في الدنيا سيجده يوم العرض على الله تبارك وتعالى. سريعا كده خلق الرضا والحمد من قصص ومن حياة الرسول والصحابة. سريعا. نحن قلنا في البداية النبي جعل من ضيق اليد ورضاه بقسم وسيلة يصعد بها إلى ويبلغ بها مرضات الله سبحانه وتعالى. قال له لا يا أخي جبريل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت سألت الله وذكرته، وإذا شبعت حمدت الله وشكرته. يستوقفنا هنا مشهد يعني في منتهى الجمال. هارون الرشيد عندما كان يسير في الطريق فوجد غلاما صغيرا لم يتجاوز العاشرة يصلي ركعتين في غير وقت الصلاة، فدخل فوجد الولد يقرأ القرآن يعني بصوت جميل وبأحكام متقنة، فانتظر حتى انتهى فقال ابن من أنت؟ انت ابن مين؟ قال أنا ابن فلان الذي مات في العام الماضي. انت ابن فلان؟ طيب هل يمكن أن أتبناك؟ شو بقى حضرتك لما راعي رسمي يتبنى هذا الإنسان؟ قال له أنت بنني أنا؟ قال له طبعا يعني على الرحب والسعة، ده شيء يشرفني الخليفة يرعاني، ده شيء كبير، لكن لي سؤال. قال سل ما شئت. قال له تطعمني إذا جعت؟ قال له ده أكيد أنا هارون الرشيد. قال له طيب تكسوني إذا تعريت؟ قال له طبعا. قال له طيب تشفيني إذا مرضت؟ قال له آتي لك بالأطباء. قال له تدخلني الجنة؟ قال له لا. قال له ما هذه فليست لي. قال إذن أتركني إلى من إذا جعت أطعمني وإذا تعريت أشبعني وإذا مرضت شفاني وفي النهاية يدخلني الجنة ولا يمن علي. يعني يجي مثلا لسيدنا أبو جعفر المنصور عندما تولى خلافة الناس ودخل سيدنا مقاتل من العلماء فقال يا مقاتل عظني، قال له بما سمعت أم بما رأيت؟ قال لا بما رأيت. قال له وجدت هشام بن عبد الملك تزوج 4 من النسوة، تمن المرأة تمن التمن حضرتك 80,000 دينار من المال السائل غير الضياع. نعم. وعمر بن عبد العزيز ترك 19 دينارا.
قال لو في يوم واحد وجدت ولد هشام يسأل الناس في الطريق وولد من أولاد عمر بن عبد العزيز يجهز 100 فرس في سبيل الله. إذن الإنسان بالرضا يستطيع أن يواجه شدائد الحياة، إن أعطيت رضيت، وإن منعت رضيت، وإن جاءك رضيت، وإن حرمك الله عز وجل رضيت، لأن الرضا هو أن تعلم أن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح. وشكرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وإن شاء الله دايما كده على تواصل مع دكتور محمد. أجازة سعيدة وأسبوع سعيد عليكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.